بالنسبه للدعم خرج كيقولوا خرج الدعم الدفعه الاولى قدرت تكون الدفعه الثانيه ما انا ما استفدتش انا كنت عطيت الملف ديالي متكامل بالاضافه لعشرة العناصر اللي معايا حاملين بطاقه الفنان ولي كونطرا وخسرنا مصاريف ما خديناش نظرا الكوطا كاين يمكن عام 170 ولا 125 ولا 100 ما عمرتش عدد شحال المره الاخرى ان شاء الله يكون خير انا اخويا ما نقدرش نهضر معك في هاد الحوايج من كله وكيفاش كيشوف الامور وانا كنهضر على الملف ديالي ما تقبلش وان شاء الله يكون تفسير من الوزاره علينا وعلى يفسروا لنا كيفاش اش ترفض وهذا ما كاينش الشروط هو اربعه اغاني تكون مسجله سجلناها في استوديو في اكادير يكونوا معاك عناصر كيحملوا بطاقه فنان من كتاب من كلمات يكونوا يكون في الدروا ديتور مثلا الكتاب والملحنين بالإضافة للعازفين والإيقاعيين والستوديو وهادشي قمنا به كانت الشروط كلها كانت متوفرة بمئة بالمئة ولكن ما كانش دعم نتمنوا من الله يكون مرة أخرى إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.